السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله هنراجع مع بعض النهاردة مراجعة سريعة كده على المحاضرة الأولى، بإذن الله ما تاخدش مننا وقت خالص. يعني قبل ما نبدأ عايزين نفتكر زمايلنا وندعي لهم بالرحمة والمغفرة، وما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين والسودان. طيب، كنا بدأنا محاضرتنا وعرفنا أنواع الخلايا اللي في الجهاز العصبي، وقلنا إن عندنا نوعين، النيرف سيل اللي هي النيورونز، ودي الرئيس بتاعنا، والمساعد بتاعها الجلايل سيلز. اتفقنا ان النيرف سيلز عباره عن سيل بادي واكزون وتيرمينالز، وهي مسؤوله عن الكوندكتيفيتي اوف نيرف امباس على طول الجهاز العصبي، وقلنا ان هي كانت بي ريبليسد اف ديسترويد، قلنا الخلايا العصبيه اللي بيروح منها ما بيرجعش، الريفرسابل سيل انجري. طيب بالنسبه للجلايل سيلز، الجلايل سيلز هي عباره عن ايه؟ هي المساعد بتاعنا بيدينا سبورت اند نيوتريشن اند فورم المايلين. المايلين عباره عن ايه؟ قلنا اللي هو بيكون غطاء من الدهون بيحوط ايه الاكزون علشان يعزله عن الخلايا اللي جنبه. قلنا منها انواع كتير، الاستروسايت وشبيهتها في البريفرال نيرف سيستم الساتلايت سيلز، وليجودندروسايت اللي مسؤوله عن مين؟ عن المايلينيشن في السنترال نيرف سيستم وشبيهتها في البريفرال نيرف سيستم اللي هي الشوان سيلز، الابندايمال سيلز اللي بتحوط الفنتريكل، والمايكروجلايا هي الخلايا المناعيه او الماكروفاج الموجوده في السنترال نيرف سيستم. طيب بعد كده اتكلمنا عن النيورونال انجري اللي هي الاصابه العصبيه، ممكن تكون اكيوت، ممكن تكون سب اكيوت، ممكن تكون الكرونيك. الاكيوت قلنا عباره عن ايه؟ ديبليشن في الاكسجين والجلوكوز، او ممكن يكون واحد واخد خبطه مثلا فتكون تروما. تمام، يا اما اكيوت يا اما سب اكيوت يا اما كرونيك. الاكيوت بتكون حاجه سريعه، ديبليشن اوف اكسجين وجلوكوز، ممكن تكون بسبب تروما. طيب ممكن تكون على مدار سنين زي الديجنريتيف ديس اوردر اوف ذا برين، زي الزهايمر ديزيز مثلا، وقلنا ده هنتكلم عنه فيما بعد. طيب الاكيوت نيورونال انجري سموها ريد نيورونز، وهنعرف ليه كمان شويه. قال لك ان العيان بتاعنا ده لو دخل في هايبوكسيك اسكيميك او سيفير هايبوجلاسيميا اللي هي الاسباب اللي اتكلمنا عنها فوق، بيحصل اربع حاجات: شرينكج في السيل بادي، جسم الخليه بيكش، وبالتبعيه النيوكلاس تكش هي كمان، يحصل لها بيكنوزس، يحصل حاجه اسمها كوندنسيشن للكروماتين اللي جواها، ممكن يحصل ديسابيرنس في النيوكليوزس، ولوس اوف نيسل سابستانس. النيسل سابستانس عباره عن ايه؟ عن بيزوفيليك ماتيريال هي المسؤوله عن الار ان ايه بتاع النيوكليوس. فانت فقدت البيزوفيليك ماتيريال اللي لونها ازرق، وجالك حاجه جديده اسمها ايزونوفيليا، الايزونوفيل لونها احمر، يبقى انت فقدت اللون الازرق وجالك لون احمر، ومن هنا اتسمت ريد نيرونز. حتى لو جيت تبص تحت الميكروسكوب هتلاقي اللون الازرق بدا يقل ويختفي، واللون الاحمر هو اللي بدا يظهر. قال لك الريد نيرونز دي بتظهر من 6 ل 12 ساعه بعد المشكله اللي بتحصل على طول. ليه 6 ل 12 ساعه؟ لانها حاجه اكيوت بتحصل بسرعه. طيب السب اكيوت والكرونيك بقى، قال لك ان النيورونال ديس بيحصل مع النيوروديجنريتيف ديس اوردر على مدار مده طويله، بروجريسيف ديسيز، مش بيحصل في يوم وليله زي الزهايمر ديسيز. وقال لك بعد كده لوس اوف سينابس فولود باي سيل ديس، واتفقنا ساعتها ورسمنا الرسمه دي لو فاكر، قلنا ان كل خليه بتسلم الخليه اللي بعدها وبيكون ماشي فيها النبضات العصبيه. تمام، لو جيت انت عملت كمين هنا، عملت بلوك للاشارات العصبيه اللي معديه، فانت قطعت السينابس اللي بين كل خليه والتانيه، فبالتالي الخليه كلها هتموت. وقال لك ان انت مثلا لو في ريليتد جروبس من النيورونز بتودي لحته معينه فكلها تتقطع، مثلا احنا الخليه العصبيه دي كانت موديه لعضله معينه في الايد او في الرجل، تمام، انت قطعت عنها الاشاره العصبيه اللي وصلها، فبالتالي هيحصل العضله دي باراليسيس، مش هتشتغل تاني اصلا. وده كان قصده اوفن سيلكتيفلي انفولفنج فانكشنال ريليتد جروب من النيورونز. تمام يا شباب. طيب بعد كده اتكلم عن حاجه اسمها الابندايمال سيلز، واتفقنا ان دي حوالين الفنتريكلز. مين اللي ممكن يضربها؟ قال لك سايتوميجالو فيروس، وده مهم جدا عشان الام سي كيو. قال لك ان هي بتكون جواها حاجه اسمها فايرال انكلوجن، هنعرفها دلوقتي. قال لك ايه هي نيورونال انكلوجن دي؟ بتظهر مع تقدم العمر مع الايدجنج، وبتكون ماده دهنيه جوه العصب اسمها لايبوفيوسين. ممكن الطفل يتولد بالحاجات دي، يبقى اسمها انبورن ايرورز اوف ميتابوليزم او جينيتك ديس اوردر اللي هي الامراض الوراثيه. بعد كده بيكلمك عن الفايرال انفكشن، اداك مثالين، الهيربس سيمبلكس بيكون جواه حاجه اسمها كاودري اي اند بي بوديز، طب الريبس اللي هو السعار النجري بودي، والسيتوميجالو فيروس اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه اللي بيعمل مشكله في الابندايمال سيلز. اداك كمان مثالين عن الديجنريتيف ديسيز، الزهايمر ديسيز جواه حاجه اسمها التانجلس، الباركنسون ديسيز جواه حاجه اسمها الليوي بوديز، الليوي بودي. يبقى اداك مثالين عن الفيروس، مثالين عن الديجنريتيف ديسيز. بعد كده بيكلمك عن الاوليجو دندروسايت. مين هي الاوليجو دندروسايت؟ هي مسؤوله عن المايلينيشن، لسه قايل لك من شويه، فبالتالي هي ما بقتش موجوده او ما بقتش شغاله، فيحصل دي مايلينيتنج ديس اوردر او ليكو ديستروفي. الليكو ديستروفي عباره عن ايه؟ مشكله بتحصل او تدمير بيحصل في الوايت مطر. بعد كده بيكلمك عن المايكروجلايل سيلز، قلنا دي الخلايا المناعيه بتاعه السي ان اس. قال لك هي جايه من البون مارو زي اي خليه مناعيه في الجسم، مسؤوله عن الفاجوسايت بتاع السي ان اس، ان هي طبعا ماكروفاج، بتحصل بسبب تيشو انجري، انفكشن، تروما وهكذا. ساعتها بتكتر بروليفريشن ومور برومينت، بتبقى موجوده، بتظهر في صوره اكتيفيتد ماكروفاج،
بتيجي في المكان اللي فيه المشكله ويحصل لها اجريجيشن، بتظهر كشكل مايكرو جلايال نوديول تحت الميكروسكوب. زي ما انت شايف قدامك المشكله هنا، حصلت البؤره اهي، حصل اجريجيشن للمايكرو جلايال سيلز فظهرت كشكل نوديول. بعد كده بيقول لك السي ان اس سيل ريسبونس للانجري، ازاي الخلايا بتستجيب للاصابه. لو انت خليتك سنترال نيرفوس سيستم في السي ان اس مش هيحصل لها ريجنريشن. طب هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها حاجه اسمها جلايوزس. شفت لما كنا بنقول الخلايا اللي ما بتعرفش ترجع لطبيعتها الجسم بيحاول يعوضها بحاجه اسمها فايبروزس، فايبرس تيشو. قلنا ما فيش فايبرس تيشو في البرين، بس في حاجه اسمها جلايوزس اللي هي الجلايل سيلز، الاستروسايت تحديدا. طيب لو انت الخليه بتاعتك في البريفرال نيرف، بريفرال نيرفس سيستم، لا ساعتها يقدر يعمل ريجنريشن بعمليه اسمها الفيليريان ديجنريشن او الولاريان ديجنريشن، وهنعرفه بالتفصيل دلوقتي. طيب بعد كده هنتكلم عن البريفرال نيرف انجري الفيليريان ديجنريشن بالتفصيل. اتفقنا ان لو دي الخلايا العصبيه وجه حصل اصابه في المكان ده مثلا، فبتقسمها لنا جزء بروكسيمال ناحيه السيل بودي وجزء ديستال بعيد عن السيل بودي. كل المشاكل اللي بتحصل بتحصل بعيد في الديستال، فيجي يقول لك اهو الفيليريان ديجنريشن هو التشنجز اللي بيحصل ديستالي عن السايت اوف دامج اوف ان اكسون. يبقى هي المشكله هتحصل فين؟ ديستالي. طب تعالى معايا كده ركز معايا في الصوره، ادي السايت اوف انجري مكان الاصابه، مين اللي اتكسر؟ اتكسر عندنا الاكسون ذات نفسه، المايلين شيز ذات نفسها. طيب بالنسبه للشوان سيلز اللي هي بره خالص دي مش هتتكسر بدري، هي تصمد معانا شويه وهتنجو شويه علشان هي اللي هتساعدنا ان احنا نعمل ريجنريشن. بعد كده تيجي الماكروفاج الخلايا المناعيه الجلايل سيلز، المايكرو جلايل سيلز، ان هي تيجي تنظف وتاكل الحاجات الميته اللي من هنا اللي هي مين؟ الاكزون والمايلين شيز. بعد كده يبدا البروكسيمال ستامب الحته القريبه السليمه تبدا ان هي تطلع براعم كده وتكمل الجزء المفقود لحد ما يرجع النيرف او الخلايا العصبيه زي ما كانت بالظبط. بعد كده قلنا كمان صوره توضح اكتر، ادي النيرف ترانك بتاعنا لما جيت قطعته من هنا كده خليت حته بروكسيمال وحته ديستال. الديستال قلنا هيتكسر فيها مين؟ الاكزون والمايلين شيز، لكن الشوان سيلز الحتت الغامقه اللي بره دي على الطرف دي بتفضل سليمه زي ما هي. يبدا البروكسيمال بارت يطلع شويه براعم سبروتنج اوف اكزون كده يطلع ناحيه الديستال، وبتكبر بمعدل 1 مللي لكل يوم، ولها مصير من اثنين. المصير الاول ان البروكسيمال بارت يقابل الديستال بارت في نفس المكان ويرجعوا الخليه زي ما كانت، او البروكسيمال بارت يقابل الديستال بارت في مكان مختلف، الاثنين بعيد عن بعض، ده ماشي في اتجاه وده ماشي في اتجاه، والبروكسيمال عمال يطلع في براعم يطلع في براعم يطلع في براعم. كل ده يكون لك كتله كبيره اسمها تروماتيك نيروما. نيروما شبهوها بالورم بس هي في الاساس مش نيوبلازم. تمام. وبالمناسبه بتكون بينفول جدا علشان هي عباره عن اعصاب. طيب بعد كده هنتكلم بقى عن الكلام اللي قلناه على الرسمه بالظبط، مش هنغير اي حاجه. قال لك الاكزون والمايلين شيث رابيدلي ديجنريت ديستالي، والشوان سيلز ديجنريت سلولي، حاجه بسيطه لان بيفضل منها شويه عايشين. الريجنريشن بيحصل بسبب ان السنترال نيرون بتاعنا او السيل بادي الاساسي بتاعنا بيكون بعيد عن مكان الدامج. الدامج ديستال، اتفقنا ان كل حاجه بتحصل بعيد. بعد كده قلنا لو ما بيحصل كاتنج في البريفرال نيرف الترانسكشن ديسكونكتد، النيرف بيتفصل عند مكان القطع بالظبط. بعد ما بيمر يوم واحد على الانجري الديستال اكزون دي بتبدا تتكسر، ومعاها المايلين شيز بيحصل لها ديس انتجريت، بتتكسر هي كمان وبتعمل حاجه مايلين اوفويد. يبقى المايلين شيز لما تتكسر تعمل لك مايلين اوفويد، بتبقى شكلها دائريه او بيضاويه الشكل، وبعد كده تيجي الماكروفاج تاكل وتنظف مكانها وتشيل الاكزون والمايلين شيز اللي ماتوا. بعد كده يحصل الريجنريشن عند مكان القطع بالظبط ويعمل لك شويه براعم، ويبدا ان هو يكون الحته المقطوعه من بيبدا منين؟ من عند البروكسيمال اكزون الحته السليمه، يكون منها الحته المفقوده. بعد كده الشوان سيلز والبيزمنت ممبرين بتاعها هو اللي بيورينا المكان اللي هنبدا منه بالظبط، وقلنا المعدل بيكون 1 مللي لكل يوم، بيبدا من البروكسيمال ناحيه الديستال. بعد كده قال لك في حاجه اسمها كونتينوس برونينج اوف ذا سبروتنج اكزون، بيشيل المسجايدد برانشز، قلنا ساعتها شبهناها بالحلاق لما بيجي يساوي الشعر الزياده. قلنا لو ده مثلا البروكسيمال والبرانشات اللي عماله تطلعها يمين وشمال وفوق وتحت والكلام ده كله علشان تكون الديستال بارت بتاعنا، هتلاقي شويه برانشات طالعه كده في اتجاهات ملهاش اي لازمه ولا هتفيدنا في تكوين النيرف بتاعنا. هو بيجي يروح جاي قاطع ومقصقص الايه الزيادات دي كده، فدي اسمها كونتينوس بروننج. تمام. بعد كده قال لك الشوان سيلز بتعمل المايلين شيز الجديده. الجديده عليك المعلومه اكيد لا، احنا عارفين ان الشوان سيلز هي المسؤوله عن المايلينيشن في البريفرال نيرفوس سيستم. بعد كده بيقول لك ان لو انت حصل لك فيلير اوف اوت جروينج اكزون، لو البروكسيمال ما قابلش الديستال زي ما قلنا هنا بالظبط كده كل واحد رايح في اتجاه، هيحصل حاجه اسمها تروماتيك نيروما. قلنا ان هي نون نيوبلاستيك، ما لهاش علاقه بالورم، هي بتشبه الورم كانها كتله كبيره بس، وبتكون بينفول نوديول، وده شكلها لما بتتشال. وقلنا لو جت في كيس هيقول لك واحده كانت بتقطع بسكينه واتعورت وجت بعد اسبوعين ثلاثه بتشتكي ان في وجع ومش عارف ايه وفي حاجه تحت الجلد زي كلكيعه صغيره كده.
تمام، فبتكون هي دي التروماتيك نيروما. بعد كده بيتكلم على الجلايوزس، قال لك هو الموست امبورتنت هيستوباثولوجيك انديكيتور للسي ان اس انجري بغض النظر عن السبب. يعني ايه؟ قلنا الخلايا اللي في الجسم اللي ما بتقدرش تعوض نفسها بنفس نوع الخلايا، الجسم بيعوضها بفايبرس تيشو. طيب البرين عنده فايبرس تيشو؟ لا، عنده جلايال تيشو، عنده جلايال سيلز، فبتجيب الاستروسايت دي بيحصل لها هايبر تروفي وهايبر بليزيا، تكبر في العدد والحجم وتروح تعوض مكان الخليه اللي بايظه. بتعرف منين ان في جلايوزس؟ بتشوف الجي فاب، بتشوف الجلايال فايبرالي اسيتيك بروتين، وده الانديكيتور بتاع الجلايوزس. لقيت الجي فاب اعرف ان في جلايوزس، لقيت جلايوزس اعرف ان كان حاصل في المكان ده قبل كده بريفرال نيرف انجري. تمام، نيجي بعد كده الموضوع بيقول لك السي ان اس انفكشن زيها زي اي انفكشن في الجسم. اتفقنا ان ممكن تكون بسبب بكتيريا، فيروس، فانجاي، بارازايت. قلنا البكتيريا هندرس المننجيتس، الاغشيه السحائيه، والانكفلايتس البارينكي بتاع البارينتيشو نفسها، والابسس اللي هو الخراج اللي في المخ، والساب ديورال امبايما قالها لك مجرد اسم بس مش هنتكلم عنها. الفيروس قال لك ريبس، هيربس سيمبلكس، البوليو فيروس بتاع شلل الاطفال، الفانجاي كريبتوكوكاس، والبارازايت سيستيسيركوزيس وتوكسو بلازموزيس. ودي عباره عن باره ودي مايكرو، ما يخصناش في اي حاجه. نتكلم بقى عن المننجيتس بشيء من التفصيل. قال لك هي انفلاميشن في المننجال كفرنج حوالين البرين والسباينال كورد. اتفقنا ان طبقات المننجيز بتكون بيا، اراكينويد، ديورا بالترتيب، بعد كده السكالبون. قال لك لو الانفلاميشن جت في الديورا اسمها باكي مننجيتس، طب لو جت في البيا والاراكينويد اللي تحت اسمها ليبتو مننجيتس. مين المور كومن؟ الليبتو مننجيتس. يبقى الليبتو مننجيتس مور كومن زان باكي مننجيتس. ايه هي الاسباب او الانواع اللي تعمل مننجيتس؟ قال لك ممكن تكون سيبتك بسبب بكتيريا بايوجينيك بتعمل بص، ممكن تكون بسبب التي بي، ممكن تكون بسبب السيفلس او بالفيروس. احنا هنتكلم عن مين؟ عن السيبتك والفيرال بس، التي بي والسيفلس مش علينا في المنهج الحمد لله. بعد كده بيكلمك عن السيبتك او السابيراتيف مننجيتس، قال لك ان اسبابها مهمه جدا 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 وهتيجي في الامتحان باذن الله، وبتتقسم تبع الايدج. قال لك لو الطفل لسه مولود نيو بورن، لسه مولود من بطن امه لحد 28 يوم او شهر اسمه نيو بورن، والسبب بيكون ايكولاي. طيب بعد كده اسمه ايه؟ انفانت، تشيلدرن، يانج ادلت، ده السبب بيكون المنيجوكوكاي، وده الموست كومن اورجانيزم. طيب لو واحد كبير بقى 50 60 سنه، ستريبتوكوكس نيمونيا. الاورجانيزمات مهمه والايدجز اهم. تمام. ازاي المنيجوكوكاي تقدر تخش الجسم؟ عن طريق دروبليت انفكشن، عن طريق الريسبيراتوري سيستمز، سواء نوز او ماوس. قال لك ان هي بتيجي من البيشنت او الكارير، تخش النيزوفارينكس تعمل نيزوفارينجايتس، تعمل التهاب، تخش السيركيوليشن، تخش الدم، توصل للمننجيس والكورويد بلكسس المسؤول عن افراز السي اس اف. تمام. بعد كده بيقول لك ان هي بتوصل للميكوزا، ثم توصل للساب ميكوزا، وتوصل من خلالها للبلاد فيسلز اللي موجوده فيها، وتدخل السيركيوليشن بتاعنا. وقال لك ان البكتيريا دي ناصحه شويه، بتحوط نفسها بكبسول عشان الجسم ما يشوفهاش ويطلع قصادها رد فعل مناعي، او يطلع الانتي بوديز بتاعتها، وبتوصل للسي اس اف عن طريق الكورويد بلكسس، وتوصل لللاترال فنتريكل والمننجيس. هي كده وصلت للهدف اللي هي عايزاه، تقدر تعمل المننجيتس وهي مرتاحه البال دلوقتي. وهنا الجسم يبدا ياخد باله ان في حاجه غريبه، ويطلع بقى البوليمورف نيوكليار سيلز واللي هتموت مع الوقت وتعمل لك الباس سيلز، وتبدا بقى الخليه خلاص، البكتيريا خلاص وصلت للمكان اللي هي عايزاه، وتعمل بكتيريا المالتيبليكيشن وتتضاعف وتتكاثر، والدنيا معاها زي الفل. بعد كده بيقول لك ان السي اس اف بيطلع من الكورويد بلكسس الموجود اللي موجود في اللاترال فنتريكل، يمشي لحد الثيرد فنتريكل ثم الفورث فنتريكل، وبعد كده يوصل للساب اراكينويد سبيس. طب هل هو ماشي لوحده؟ لا، معاه بكتيريا. البكتيريا كانت وصلت اصلا، اتفقنا ان هي وصلت لمين؟ للكورويد بلكسس. طيب هي هتمشي بقى مع السي اس اف هنا لحد الساب اراكينويد سبيس، وهو ده المكان المفضل بتاعها، تبدا بقى تعيش حياتها وتتضاعف وتعيش عيشه زي الفل. تمام. قال لك ان الحاجه اللي تخليك تحكم ان دي مننجيتس النيك ستيفنس، تلاقي العيان عامل رقبته بالوضع ده دايما، تقول له وطي لقدام اعمل نيك فليكشن، يقول لك لا مش هقدر هتوجعني. ليه؟ ادي البرين قدامك وادي المننجيس، لو هو شد المننجيس اللي قدامك دي وهي ملتهبه هتوجعه، فهو طول الوقت هو مرتاح وهو مرجع دماغه لورا بالشكل ده. طيب ايه هي السيمبتومز؟ قال لك فيفر، سليبنس، لايت سنسيتيفيتي، عنده فوتوفوبيا، فوميتنج، جوينت بين، سيزر، لان ممكن يضغط على اي مركز في المخ، اي سنتر. والحاجات دي كلها نون سبيسيفيك للمننجيتس، اللي سبيسيفيك هي النيك ستيفنس. مين؟ النيك ستيفنس وبس. بعد كده بيقول لك هتشوف ايه بعينك عشان تحكم ان دي مننجيتس؟ هتلاقي كل حاجه كبيره ومنفخه ومليانه دم، البرين سولن واديميتاس، المننجال كورتيكال فيسل هتلاقيها دايليتد وكونجستد، ومعاها بالتبعيه الكورويد بلكسس كونجستد هو كمان، والساب اراكينويد سبيس هتلاقيه مليان يلوش بيريولنت اكسيوديت. ليه؟ عشان الباص، الباص لونه يلو. تمام. الاكسيوديت بيكون موجود فين اكتر حاجه؟ في البيز اوف ذا برين، في القاعده من تحت، علشان الجاذبيه زي ما قدامك في الصوره، اللون الاصفر فين؟ في البيز اوف ذا برين، مش في البرين كله، لا من تحت بس. وبنفس المنطق برضو في البوستيرو سيرفيس بتاع الكورد نتيجه الجرافيتي.
الفنتركلز بقى بتكون منفوخه برضه بالسي اس اف ومليانه ودايليتد، والسي اس اف نفسه بيكون تربد لانها بكتيريا فيها بص. الابندايمال لايننج بيكون نكروتيك لاف نكروتيك راف سوري. الابندايمال لايننج مين؟ الابندايمال سيلز اللي اتكلمنا عنها في اول المحاضره اللي كانت بتحوط الفنتركل بتاعت السنترال نيرفس سيستم بتكون هي كمان متكسره. تمام. طيب تحت الميكروسكوب مش هتضيف اي حاجه جديده، هتلاقي تحت الميكروسكوب في السب اراكينويد سبيس دايليتد كونجستد فيسلز زي اللي قدامك دي بالظبط، كل البلاد فيسلز كبيره ومنفوخه ومليانه دم بالشكل ده. هتلاقي خلايا الالتهاب المناعي طبعا بتاعت الاكيوت انفلاميشن اللي انت عارفها من زمان، البوليمورف الهيستوسايت الليمفوسايت والبلازما سيلز وشويه فايبرين. طيب السباينال فلويد اللي انت هتسحبه من ظهر العيان عن طريق اللمبر بنكشر وتفحص، وهتلاقي انكريز التنشن عشان الفوليوم عالي، هتلاقي الباس سيلز اللي موجوده عشان البكتيريا البيوجينيك، هتلاقي البروتين عالي علشان الدي ان اي بتاع البكتيريا اللي بتتكسر، وهتلاقي السكر قليل. قلت لك دي هي دي اهم واحده، ديكريز الشوجر كونتنت. ليه؟ قلنا لك البكتيريا بتتغذى على الشوجر ده، هي بتعمل شوجر كونسامشن وبتتغذى عليه وهي موجوده، او ان العيان من كتر الفوميتنج اللي بيعمله فهو فقد الجلوكوز اللي في جسمه، فبتلاقي الشوجر قليل في السي اس اف. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد كده بيقول لك ايه هي الكومبليكيشن، هنتكلم عنها واحده واحده ما تتخضش. اتفقنا ان هي دايركت سبريد وبلاد سبريد. الدايركت عن طريق الثرومبوزس ان هي توصل للسباينال ارتريز تسد شريان معين بيغذي حته معينه في المخ فيحصل انفاركشن، يحصل انفاركشن في البرين اللي هي اسمها انكيفالايتس، هنتكلم عليها كمان شويه. ممكن توصل للفينز سيبتيك ثرومبوفيليبايتس، ومنها توصل للجسم كله تعمل سيستميك بايومير، يبقى الباص ماشي في السيركيوليشن بتاعتك. بعد كده بلاد سبريد بصمجناها في كلمه بيا، البي قلنا هتكون بيريكاردايتس، الاي امبايما، الاي ارثرايتس، الاي الثانيه اكيوت بكتيريال اندوكارديتس. ثالث حاجه ادرينال كورتيكال هيمرج، قلنا حاله الاستريس اللي العيان ده بيبقى فيها طول الوقت بتخلي الكورتكس بتاعت السوبر ادرينال جلاند تطلع كورتيزون طول الوقت لحد ما بيفقد المخزون بتاعه، فبيدخل في حاجه اسمها اكيوت ادرينال كورتيكال انسفشنسي، ودي حاله فيتال فبتدخله في هيمرج. العلماء اللي اكتشفوها اسمهم باتر هاوس فريدريكسن سيندروم، سموها على اسمهم. هيلينج باي فايبروزس، يحصل التصاقات، يحصل ادهيجنز، ممكن تسد مجرى السي اس اف، يحصل هيدروكيفاليس، عبى ميه جواه، عبى السائل كله جواه، فالمخ يكبر. واتفقنا ان ده بيحصل مع الاطفال. ممكن يضغط على الكرينيال نيرف بسبب الالتصاقات دي، ممكن يضغط على الكرينيال نيرف ويعمل مشاكل كتير جدا بعدها، ممكن يحصل له بلايندنس، يفقد حاسه الشم، يفقد حاسه السمع وغيره. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد كده الفيرال مننجيتس، اتفقنا ان هو الفيروس ده بيكون هو الهفيه بتاعتنا، بيروح يتشطر على الاطفال، بيروح للتشيلدرن يا اما اليانج ادلت. مين الفيروسات اللي عندنا تعمل مننجيتس؟ السيتوميجالو فيروس، الهربس، والبوليو. تمام. بعد كده بيقول لك السي اس اف اكزامينشن، قلت لك الجدول مهم جدا جدا احفظه زي اسمك. قال لك مقارنه بين السبتك وبين الفيروس، السبتك اللي هي بتاعت البكتيريا البيوجينيك بيكون معاها البوليمورف عشان تكون الباس سيلز، اما الفيروس بيحب الليمفوسايت. طب الابيرنس، السبتك اكيد فيها باص فيبقى معكر تربد، الفيروس بيكون كلير لان هو مش قوي بنفس قوه البكتيريا. طيب بالنسبه للتي بي بقى، التي بي بكتيريا معاها بوليمورف ومعاها ليمفوسايت، معاها الاثنين، وبيكون الابيرنس بتاعها حاجه مميزه اسمها الكوب ويب، كوب ويب شبه الشبكه عشان الام سي كيو. بالنسبه للبروتين عالي في كله لان كلهم فيهم خلايا بتاع الدي ان اي بتاع الاورجانيزم، فبالتالي بيزود كميه البروتين. طيب الجلوكوز بيكون قليل في حاله واحده بس، حاله البكتيريا، لكن نورمال في حاله الفيروس زي ما انت شايف قدامك اهو، لان احنا اتفقنا ان البكتيريا هي اللي بتتغذى عليه. تمام. نيجي بعد كده للموضوع اللي قبل الاخير معانا وهو الانكفلايتس. قال لك الانكفلايتس دي عباره عن اكيوت ديفيوز انفلاميشن، قلت لك ركز مع كلمه ديفيوز علشان لو شالها وحط كلمه لوكالايز يبقى برين ابسس وهناخده بعدين. قال لك الديفيوز انفلاميشن دي بتحصل فين؟ في البرين بارينكيما اللي هو البرين تيشو ذات نفسه، المخ ذات نفسه، مش المننجيز بقى اللي بتغطيه، لا في المخ ذات نفسه، وبتعمل سيريبرال ديسفانكشن. ليه؟ ما انت ضربت المخ نفسه، يبقى المخ مش هيأدي وظيفته. قال لك ان هي لو جت مع المننجيتس هنسميها مننجيو انكيفالايتس. تمام. اسبابها نفس اسباب المننجيتس بالظبط، انفكشن بكتيريا، يعني يا اما بكتيريا يا اما التوكسين بتاعت البكتيريا، يا اما فيروس يا اما فنجاي يا اما بارازايت. البكتيريا زي البرين ابسس، التوكسين زي البتيوليزم، فيروس زي الريبس، البوليو، الهربس زوستر والهربس سيمبلكس، قلنا هنبصمجها في كلمه هرب، اتش ار بي. الفانجاي كريبتوكوكوزيس زي ما اتكلمنا في الاول، البارازايت الملاريا والتوكسوبلازموزيس، وساعتها قلت لك التوكسوبلازموزيس دي ضعيفه محتاجه انسان مناعته ضعيفه علشان تيجي عنده اصلا، اللي هو مين؟ اللي هو اللي عنده الايدز. بعد كده اتكلمنا عن الفيرال انكفالايتس، مين اللي بيعملها؟ هيربس سيمبلكس انفكشن، ركز في الاورجانيزم، هيربس سيمبلكس مش هيربس زوستر. بعد كده بيقول لك الدايركت نيورونال ترانسميشن، بيتنقل عن طريق اتنين
نيرفات مهمين جدا جدا، الترايجيمينال والفاكتوري، احفظهم زي اسم الترايجيمينال نيرف والفاكتوري نيرف، هما اللي بيعملوا عن طريقهم مين الفيرال انكفالايتس. بعد كده الباثولوجي بتاعنا قلنا المينينجايتس، ايديما، كونجيشن، هيموريدج. قلت لك المينينجايتس مرتبطه بالانكفالايتس، ما المينينجايتس اصلا ممكن تقلب بانكفالايتس ككومبليكيشن والعكس. ايديما، كونجيشن، هيموريدج ده بسبب ان هي حاجه ديفيوز واخده البرين كله. وبعد كده بيقول لك الهول مارك اللي يخليك تقول ان دي فايرال انفكشن او فايرال انكفالايتس حاجه اسمها بيري فاسكولار كافينج. قلت لك ساعتها ان انت بتلاقي تحت الميكروسكوب وعاء دموي بالشكل ده حواليه نقط كتير كده ظاهره، ودي بتكون هي نقط، معلش بقى عذرا، بتكون كلها نقط ايه صغيره كده، دي بتكون مين الليمفوسايت. وقلنا طبعا الليمفوسايت موجوده مع الفيروس اكتر حاجه. تمام. بعد كده بيقول لك الكومبليكيشن، ممكن اي حاجه بقى من اللي انت عارفهم من المينينجايتس، اصلا اعراض المينينجايتس اللي هو الوعي بتاعه مش قد كده، altered consciousness، الهيدك، فيفر، سيزر، قلت لك ساعتها الهيد الفيفر دي مش حاجه مميزه مع الفيروس، هي مع البكتيريا اكتر. فيجوال فيلد ديفكت لو ضغط على الاوبتيك نيرف، كرينيال نيرف ديفكت لو ضغط على اي عصب تاني. اتفقنا؟ تمام. بعد كده نخش في اخر موضوع معانا وهو البرين ابسس. قال لك كلمه لوكالايزد، قلت لك كلمة ديفيوز مع الانكفلايتس، طب كلمة لوكالايز مع البرين ابسس، يبقى هي لوكالايز فوكس من النيكروزس حواليها شوية انفلاميشن زي ما انت شايف قدامك كده. هي بؤرة واحدة بس، بؤرة بعيدة عن التانية، كل بؤرة لوحدها، هي مش حاجة ديفيوز، مش موصلين على بعض. تمام. اسبابه لازم تكون بكتيريا، ما ينفعش يكون اي حاجة تانية غير البكتيريا، يا اما ستاف، يا اما ستريبت، يا اما نيموكوكاي، يا اما الايكولاي. بعد كده بيقول لك ايه هي طرق انتقال او طرق حدوث البرين ابسس. قال لك البكتيريا ممكن تيجي من بره، ده اول حاجة، لو مثلا واحد عامل حادثه وعنده كسر في الجمجمه، كومباوند فراكشر اوف ذا سكال، فالبكتيريا تخش بسهوله. تاني حاجه دايركت سبريد، جاي من مكان تاني، مكان تاني فيه عظم، زي مين؟ اوتيتس ميديا، التهاب الاذن الوسطى، ساينوسايتس، الجيوب الانفيه، ماستويدايتس اللي هو الماستويد بروسيس. قال لك ان احنا عندنا الماستويد بروسيس اللي هو قدامك بالشكل ده، لما بيكون فيه التهاب بالشكل ده ممكن يتنقل منه ويروح يعمل برين ابسس. الجيوب الانفيه برضو بالشكل ده قدامك لو فيها التهاب زي ما انت شايف كده ممكن تتنقل وتروح تعمل برين ابسس. طيب لو انت ضربت اي حاجه في البرين بقى بيروح يضرب مين؟ البرايتال لوب والتمبرال لوب، بيحب دول قوي. طيب لو انت في الماستويد بروسيس ده هيروح لمين اكتر؟ للحاجه القريبه ليه، هو تحت يبقى يروح للي تحت، السيربيلم. تمام، يعمل سيربيلر ابسس. تمام، يبقى هو اول حاجه معاك اهو التمبرال او برايتال لوب ابسس، الماستويدايتس يعمل سيربيلر، القريب يروح له على طول. طيب ممكن يجي عن طريق الدم، ممكن يجي عن طريق الرئه، ممكن يجي عن طريق القلب، يبقى الدم عن طريقين، رئه وقلب. الرئه لونج ابسس، برونكيكتيزس، امبايما، صديد يعني في الكافيتي اللي هي البلورال امبايما. طيب بالنسبه للي بيجي من القلب بقى، بيجي عن طريق حاجه اسمها اكيوت انفكتيف اندوكارديتس، بيلف في السيركيوليشن اصلا، هو شايل الصديد معاه في الدم وهو ماشي في الجسم كله، فاكيد هيروح للبرين حتى لو عن طريق الصدفه. طيب قال لك ان الابسس اللي هتتكون نتيجه حاجه في الدم اللي هو البلاد سبريد ده، هيماتوجينوس ابسس، ما بيكونش واحد بس، لا بتكون مالتيبل ابسسس، بتكون فين؟ عند الجانكشن بتوين الجراي اند وايت مطر. معلومه مهمه، قال لك ان لو جاي عن طريق الدم بيكون كتير كذا واحد موجود في الجانكشن بتوين الجراي اند وايت مطر. بعد كده قال لك معانا الباثوجينيسيس، احنا اتفقنا ان كده كده هيحصل ان الخلايا اللي جايه، ان البكتيريا اللي جت ضربت سواء ستاف، ستريبت، نيموكوكاي، ايكولاي، هيجي لها خلايا مناعيه اللي هي مين؟ البوليمورف، هتيجي تكسرها وتموتها وتعمل ايه؟ نيكروزس. بعد كده الخلايا البوليمورف دي بتطلع بروتيوليتيك انزيم، انزيمات محلله، بتخليها ليكوفاكشن، بتخليها سايحه في بعضها قدامك كده زي المنظر اللي قدامك ده، بيكون فيه ليكوفاكشن. تمام؟ ويبدا بقى الابسس ده يتمدد مع الوقت، يكبر 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 ويوسع في المكان اللي هو فيه، بس احنا محتاجين حاجه توقفه، ادي الكازيشن اللي حصل، الليكوفاكتيف نيكروزس سوري، في المكان ده هيبدا يوسع مع الوقت، يوسع مع الوقت، يوسع مع الوقت، احنا محتاجين نوقفه، فبنجيب حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو كده يوقفه عند حده. الجرانيوليشن تيشو ده مكون بقى من ايه؟ من كولاجينس كبسول، شويه كولاجين، شويه فايبروبلاست، حاجه جامده كده زي ما انت بتكون مثلا دي حيطه وبتصبها خرسانه عشان توقف النمو بتاع الكافيتي او الابسس ما يكبرش عن كده. تمام، فانت جبت الكافيتي مليان بص، مليان نيكروتيك تيشو، وبالتالي هو بقى ايه؟ تخين، بقى سولن، اتنفخ. والكونفوليوشنز بتكون فلاتند. ايه الكونفوليوشن؟ قلنا الاماكن اللي حواليه، الاماكن النورمال اللي حواليه بتكون فلاتند عاديه، نورمال تيشو ما حصلهاش حاجه. والمننجيس اللي بره خالص، الاغشيه السحائيه، تبدا تدخل مع الوقت وتلزق في بعضها، ما انت من جوه عمال تضغط عليها. يعني انت مثلا اعتبر ان النجوم دي هي كده المننجيس، اعتبرها.
وادي من جوه انت عمال تكبر عمال تكبر وتضغط بره، فبتلزق طبقات المنجيز في بعضها. واصله لك؟ تمام. بعد كده المورفولوجي اتفقنا برضو، ادي قدامك في الصوره، ادي ده كده السنترال ليكوفاكتيف نيكروزس، وفي اتنفخ خلاص في برين سولينج، وادي ده الجرانيوليشن تشو، الخط الكبير، الخرسانه اللي اتفقنا عليها، مكونه من ايه بقى؟ قلنا دي عباره عن كولاجينوس كبسول وشويه فايبروبلاست وشويه نيو فاسكولاريزيشن، يعني شويه بلود فيسلز جديده، وقلنا ان بيكون جنبها الكونفوليوشن، الحاجات ايه النورمال، ده كده النورمال برين تشو، ده جزء سليم ما فيهوش حاجه، ده كله تمام. الجزء اللي فيه المشكله هو البرين ابسس اللي هنا ده. بعد كده بيقول لك مصيره، لو انت عملت له ابزوربشن او هو اتفضل لوحده هيهيل بالجلايوزيس عادي زيه زي اي انفلاميشن في الدنيا. فلو هو كرونيك ابسس هيبقى معايا السيك وول اوف فايبرس وجلايل تيشو، والانر لايننج بتاعه بيكون سموث. يبقى انت لو فضيت الابسس ده وخلاص حصل له ابزوربشن، الصديد اللي كان فيه اتحول لكرونيك ابسس، هيكون معاه فايبرس تيشو وجلايل تيشو، هيحصل له جلايوزيس، ومن جوه هيكون ناعم، الانر لايننج بتاعه بيكون سموث. طب لو هو فضل زي ما هو متعالجش، لا انت كده عمال تزود بس سيلز جوه، عمال تزود اكسيوديت، عمال تزود نيكروتيك تيشو، فهو هيبدا يضغط على اللي حواليه، يبدا يكون ضغط جواه ويضغط على البلاد فيسلز، يدخلك في اسكيميا، ومنها يدخلك في انكفالايتس، يدمر لك البرين تماما. بعد كده بيقول لك الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل، قال لك انكريز الانتراكرينيال تنشن، انا لسه قايل لك ان في بريشر اهو، يبقى التنشن هيزيد، ممكن يحصل برين هيرنيشن، قلت لك ممكن الجايراي تخرج بره البرين نفسه من كتر الضغط اللي جواها، ممكن يقلب بمننجايتس، واتفقنا ان المننجايتس مرتبطه بالبرين ابسس، ممكن تعمل ابسس تحت الديوره سب ديورال او اكسترا ديورال بره، يعني بين الديوره وبين عظم الجمجمه، ممكن يعمل ابسس بره هنا، ادي العظم اهو وادي الديوره، يعمل ابسس من بره، ممكن يروح للفينز يعمل ساينس ثرومبوفيليبايتس، ممكن في الاخر خالص الابسس ده يفرقع ويخرج المحتويات اللي جواه جوه الفنتريكولار سيستم، وساعتها دي تبقى كارثه، لان الفنتريكولار سيستم ده سيستم لوحده ماشي فيه سي اس اف فقط لا غير، ملوش علاقه لا بالدم ولا بغيره، ماشي فيه سي اس اف فقط. فانت دلوقتي وديت شويه باسل شويه نيكروتيك تشو، الكلام ده كله راح مشي مع السي اس اف، فدي مصيبه في حد ذاتها. فدي الكومبليكيشن، زياده الانتراكرينيال تنشن، برين هيرنيشن، مننجايتس، ابسس وابسس اللي هو سب ديورال واكسترا ديورال، وثرومبوفيليبايتس، وممكن في الاخر ينفجر ويخش على الفنتريكولار سيستم. وكده نكون خلصنا مراجعه المحاضره بتاعتنا، اتمنى تكونوا ذاكرتوها كويس وحليتوا عليها الاسئله بتاعتها، ملف الاسئله اللي نزل لكم، ولو احتجتوا اي حاجه فانا موجود معاكم، وربنا يوفقكم ان شاء الله.